السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، صباح الخير أو مساء الخير على حسب المكان اللي حضرتكم به. هلو حجية. هلو حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. من اليوم شنو حجية؟ هاي زيتون. هاي زيتون. أنا على طلبكم رح نسوي الزيتون. هاي بنانا 4 كيلو زيتون، بنانا 5 كيلو زيتون. زين. بنانا هاي الحبة الكبيرة تشطيب، وهنا حبة صغيرة ندقها. حلو ممتاز. لا احنا شنو يعني خليكم ويانا، لان شنو الحجيه اكيد راح اساعدها بهذا الموضوع اليوم، ان شاء الله ما يكون بيتعب وتحدي. ها ونرجع لكم بعد شويه وعاشر. زين حجيه، هسه خلينا نبلش. شلون راح نبلش هسه؟ شو اسوي اني؟ هسه هاي حبايه كبيره تشطبها. اشطبها؟ اقول لك شلون اشطبها. هاي مو مالت العرب مالتها. اي. هيجي 4 تشطيبات. 4 تشطيبات. حلو. هاي الحبات الكبيرة هاي انت بلش بيها. هاي انا سوي. انا شنو وانت شو حتسوي؟ انا هاي راح ادقها بال هاي اذا جبتش خشبة احسن لك ان انا ادق عليها؟ لا عادي. هاي ما يصير شيء؟ ما يصير. كيفك؟ يعني يجي 4؟ اي. مو؟ اي عاشت ايدك. حلو ايدك ان شاء الله. هاي هنا انا هسه اول ما نجيب الزيتون نشيل مالتها بعنوق. هاي هنا هاي الكبيره، الحبايه الكبيره نخليها هنا نعزلها. هنا الحبايه الصغيره كنت شايف كم حبايه؟ بين 1000؟ ما اعرف، انا راح اشتغل بينه هواي بهاي الحاله. بس شنو على مود ما نطول على الفيديو، فاحنا شنو يعني نخلي الحجية ايه بس خلي اسوي الدق بالجاكوس. لا هذا ظل هيك يمكن ردنا شقد 3 ساعات يمكن. اي طبعا عندنا وقت. اي فاللي يريد يشبس مو على بالكم يعني ما تطول، ترى تطول شويه. بس يعني الامور طيبه اذا عندكم خاصه بالبيت احد يساعدكم. تقعدون هيك ساعات عصريه. ها حجيه؟ اي والله. ويا شاي وش اسمه؟ وكعك. وكعك تقعدون تشتغلون، ناس تدق زين هنا وناس تشطب هنا. ذكركم سالفه من ايام قبل، ما تشوفون نفسكم الا خلصتوهن. اي والله. خاصه اتذكر بيبيتي الله يرحمها كانت تلم العجايز مال المنطقه كلها. ها حجيه؟ اي. زين ويقعدن جن يمكن 5 6 الساعة 7 الصبح ما 6 الصبح يقعدن بالباب. والله خير وبركه، شوفهم كلهم ما شاء الله النور كله يشع من وجوههم. والله يتعاونون. اي تعاونون شاي وكعك. اي شاي وكعك من الصبح، وهم العصريه والمغربيه هم يقعدن. وهاي شنو الحكي باب البيت بالشارع. اي والله يعني فد ايام حلوه فد شنو هاي، ولا يحسون اصلا بالتعب. ما يحسون. ايه ليش؟ لان هاي خلاص كلهم نفس الذبه ويقعدن سويه نفس العمر تقريبا. نفس العمر ويقعدن احنا الجهر نلعب بالشارع. راح تجي ايش اسوي؟ هسه هاي انا راح ادق. يلا شوفينا يلا شلون تدقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اي حلو، يعني هاي لما تندق تصير بهالطريقه هاي. ايه. هاي ايه حلو. شوف انا اسوي 4 5. ايوه انا اسوي واحدة. ها والله شوف شلون قفزت عليه، اعطتني الشغل الطويل. عمو شيء تفوز ايش بعد حالها حتفوزين انت اكثر. تسوي شوف كم واحدة؟ انا 5 كيلو. انت 5 وانا ايش قلت؟ 4. وانا حباية صغيرة، انت حباية كبيرة. اي يعني هذا اثقل من هذا المفروض. مو حبايه كبيره مو اثقل من حبايه صغيره. وهاي وزن. اه وزن. انت مو وزنتيش يعني. كيف ايش بعد؟ شوف يعني شنو يعني. اي ما شاء الله انت. اي يلا يلا هسه بسرعه 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 خلصن هسه. شو اسمه قلت لكم الفيديو ما يطول. هسه اضرب لي سالفه انا والحجيه ان شاء الله نخلصن بسرعه. الحجيه بس هاي راويناهم. اي شلون نبدا ذي بالبدايه.
انا نعوفكم هسه نخلصها دني وان شاء الله نرجع لكم، بس اخسر انا اكيد انا الخسران ما حجي. لا ان شاء الله ما تخسر، انا اخسر مو انت فايزه تسوي هوايه بالدقه. انت تدق بخمسه سته، انا وين انا وحده اقول بيها شوفوا زين. اي شوف يوم يا وانا على الحجيه شنو تتنسكينها والهاي، قلت عمود اسهل يعني، قلت خطيه قاعد تسهل عليه الامور بدال الشاكوش. صار الحجيه تدور شو اسمه، تدور تخلص بسرعه. يلا عيني نرجع لكم بس اخلص ان شاء الله. هاي حبايبنا ما ضل شيء كم حبايه والامور طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. عاشت ايدك. وهاي اخر واحدة. يلا نفس الشيء. ما اقدر اقلبها. هي بالحجية. هسه شنو الحجة شو حنسوي؟ بس راح نغسلهم. يلا. بس اريد نغسلهم. توكل على الله. هاي مي عادية. اي. باردة يعني مو حارة. طبعا هاي النسخة لها حد هنا. ما شاء الله ميتها كلها زيت. حلو. هاي بيها زيت هواية، أنا خذ زيتون هذا. إيه. زين. طبعا لما تحوش معدها هوايه تسوي معدن زيت همين مو؟ اي زين شلون راح توصل الحجيه يعني؟ لما يصير عندنا في 300 كيلو انا هسه نغسل هذا نشوف شنو هسه بعدين وراه شو حنسوي حجيه؟ راح اغسل الباقيين. ها تغسل الباقيات؟ اي يلا خليهن وخلي عليها مي. زين. طبعا كل 24 ساعة نبدل عليهن المي. اه كل 24 ساعة نبدل المي، كم يوم يعني؟ ثلاث ايام. خلال ثلاث ايام. ايه. بعدين وراها؟ بعدين وراها ان شاء الله نرجع لهم ونقول لهم شلون شو راح يصير. زين حجيت شو حنسوي؟ بس نخليها هيجي. زين. يا بس الثانية همين. اذن مالاتي. عشت ايدك. هسا لما راح ترجعي تصفيه نفس الحالة تنظفيه وتصفيه نفس هذا مو؟ ايه. تحطين عليه مي ثانية. ايه. زين المي تخلين وياها ملح؟ لا كل شيء ما اخليه. ما تخلي وياها كل شيء. وتبدليها كل 24 ساعة. ايه. لمدة ثلاث ايام. ايه. يا بزين هسه احنا شو راح نسوي العاد بهاي الحاله؟ احنا هسه هذه الحجيه هنا أنا خلصت الكميه كلها وهسه هاي غسلتها وهاي هنا أنا نظفتها ورجعت حطت عليها مي نظيفه شات المي الوسخه، هاي راح اخليها ثلاث ايام، كل يوم راح تبدل عليها الحجيه المي، فاحنا شو راح نسوي؟ بعد ثلاث ايام نرجع لكم مره ما نبدل هذا المي ثلاث مرات يعني بهاي الثلاث ايام ونرجع لكم حجيه؟ ان شاء الله ان شاء الله، خليكم ويانا وارجع لكم بعد ثلاث ايام ان شاء الله. الحجيه شو راح نسوي هسه؟ هسه راح اجيب الملح. جيب الملح. هاي ملح طبعا خشن. اي. بحر. زين. خلي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هاي ما بيها مقادير، اكو ملح يملح واكو ملح مو يملح. زين. بس احنا شلون راح نعرف هسه نشوف مو؟ هسه نحرك ونشوف اذا نحتاج بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا هنا البيضة غسلتها. اي. بس راح اخليها بالمي، إذا تطوف يعني بعد خلص نخليه. ملح. ملح. شوف هسه نزلت لي جوا. اي. بعد يراد لها تحريك لأن اكو ملح بالجدر.
خلاص اعتبرها الاخ ونشوف بعد. بعد هسه شوف يعني الطوف. هسه الطوف شوي بس بعد يبادلها زين. اي هسه طافت. شلون هسه؟ طايفه بس بعد يرادلها بعد شوي. طبعا هنا الفلفل غسلته ايه؟ وهنا أنا الليمون قصقصته زين غسلته طبعا قبل بقى قصقصه حلو. هسه راح اخلي البيضه. بسم الله. هسه طافت زين حلو. هسه عيني خوش طافت. هسه هاي هي زين. هسه شو المرحلة الثانية؟ هسه المرحلة الثانية نجيب الزيتون. نجيب الزيتون. هاي الزيتون. بسم الله. خليه فلفل حار. ليمون. حلو يعني نخلي شويه زيتون وبعدين فلفل حار بعدين ليمون وهكذا وهكذا. حلو. شوف الكميات ايش قد. اثنين حار. اي خليت هسه خلي اثنين. هسه خلي اثنين ونخلي صح. ليمون. عشان قاعد احسب ثلاث مرات تسوي الحجيه وانا اخلي اثنين. واحده اثنين ثلاث مرات. هسه انا اخلي الفلفل هالشكل. هاي ليمون. هسه هيجي. ايه شوي ليمون. زين هسه هاي خلصتها. حلو. شو نسوي هسه؟ اجيب الشكر. الشكر هذا اي اخلي خاشوقتين كبار. خاشوقتين كبار شكر مو ملح. اي نعم. اخلي زيت زيتون. زيت زيتون. هذا مو زيت عادي، هذا زيت زيتون، هذا من الحجية عسرة يعني بالمعصرة. زين هذا زيت زيتون بس تخليه بالبطل مال الزيت العادي لأن هذا فل لأنه هي تسويه. هسه نخلي هسه مي بالملح. زين شكر شنو فائدته؟ ينطح موضه. ينطح موضه الشكر وياه. زين اول بس نعرف شنو الفوائد يعني وش يسوي. طبعا هاي الطريقه راح يشوفوها حجي. انا ما راح اكتب مكونات لان هي طريقه مثل ما شافوها لان هاي ما بيها مكونات صح لو مو صح؟ ما بيها. لا ما بيها مكونات مثل ما شفتوها سووها يعني بالضبط وها هي ما يراد لها شيء. لا ما اقدر اكتب مكونات. هاي الزيتون ما شاء الله كان 9 كيلو ولا كل واحد على حسب الكميه اللي يريدها يعني. هو متى ضبط الملح؟ اي خلى الباقي وهاي نفس وهاي وهاي نفس الكميات يعني. زين تتخلى وخاشبتين شكر وكوب زيت زيتون يعني نفسها على هاي الدبه. هاي تقريبا 4 كيلو مو حجيه الدبه؟ اي 4 كيلو. هسه هذا طبعا لحد ما يتعبى مو؟ ايه ايه هاي هي هيجي زين. هذا المي وهذا الترتيب. هسه شنو شنو نسوي؟ نقبغه هذا لو شنو نسوي له؟ هسه راح اجيب كيس نايلون واخليه عادي. يعني كذا طبقة عمل شنو يصير ثخين يعني وما يسرب اي هواء مو؟ ايه بس خليه فوق يصير حماية. حماية إذا زين. هسه هذا لا يبقى سنة ما عليه شيء. سنة ما عليه شيء. ما عليه شيء. يابا حلو.
بس هسه مبدئيا لما هسه نقبغه يا هذا القبغ يا تيمي هذا لما نقبغه حجي نخليه شقد ويعني واحد يقدر ياكل من عنده بهالطريقه يراد له شهر يراد له شهر اي حلو طبعا اذا اريد اسوي الخيار اي او شلغم او اي خضار اي هم نفس الشيء يعني اذا اريد يطول يعني زين اما اذا ما اريد يطول عادي يعني حط نص الكميه مال الملح حلو وش اذا اريد اطول شقد نفس هاي الطريقة. نفس هاي الطريقه يعني لما هيك البيض الطوف يعني بهاي الحاله طول لسنه ماكو مشكله يعني نسبه الملوحه كلش مهمه زين يعني حبايب بالعمر مال الطرشي او الزيتون يعني يا بهاي هاي خلصت بسم الله هاي نشيلها هنا نخليها هاي زرعات حلوات زين هسه راح شنو خلي اجي اشتغل وياك عشان هالمره هسه هاي عرفنا التفاصيل مالتها خلينا نسوي الثانيه يعني وياك هسه يعني شنو هسه ليش الخضره خلصت هسه الحجيه باقي شويه هنا زيتون قالت هاي بتخليه بالشيشه هاي شيشه صغيره وبعدين نبلش بالثانيه هاي ويا هذا الناعم اي بسم الله قصها بالنص ليه ممكن هيك؟ هسه خلي هذا أول شيء خلي زيت زيتون وشكر. أي زيت زيتون وشكر وبعدين هاي. خلي ربع. عبر استادي. هذه. الحجية استادي. أنا شنو ما أتعلم بس هي خطوات. هذا زيت زيتون. وهذا الملح. إيه الشكر. شكر. هاي قدام. رسمو؟ ايه ليش كافي؟ كافي هذا ما يحتاج كيس نايلون خليه هناك زين خليه بصفا اللي سويناه هسه هسه لان الكمية الخشن خلصت ايه هسه عندنا شنو الناعم؟ هذا اللي داقينه دق هذا داقينه اي هاي الحجيه دقت ابو الشاكوش ايه؟ اللي غلبتني بيه انا كنت اسوي بطيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا فلفل خلي اربع ليمون زين عرفت الدرس؟ اي تعلموا من عندنا قاعد اعلمكم مو تنسون لما نخلص شو نخلي كوب زيت زيتون بهذا الحجم ايه وخاشبتين شكر ايه وباقي المي ما شو اسمه مال المالح شلون تعلمت؟ مي وملح مي وملح مي مالح زين ما تقدر تستخدم مي بحر مو مالح هو وهذا اللي يزيد هنا نخليه بهاي شلين بعد شنو حاضر زي الزيتون شكرا وكوب زي الزيتون مو عليها؟ ايه. هذا الزيتون. وهذا هنا. نعم. شماله. هذا الشغل يتذكر الواحد بايام زمان ها؟ مو صحيح؟ ايه. يعني ايش واحد يشتغل بالبيت بايام زمان بالطريقه هاي؟ لحد الان يعني الحجيه دائما هو هذا شغلها الطبيعي يعني. بس هسه لان اكو شغلات جاهزه قبل ماكو هواي جاهز هسه هنا خاصه بالغربه كل شيء موجود جاهز بالمحلات بس منو اللي يسوي بهالطريقه هاي طبعا اكو ناس تحب وكو ناس تحب تشتري جاهز يعني فهي شغلات واحد يقول الفلكلور يعني ذكرى بايام زمان
نحجيها هيك كافي لو بعد؟ كافي. طقوها هالشكل، تعلمتوها؟ هاجي تعلمتها. اخليها؟ اي خلي. زغرة بعد لو اجزر؟ هم تتعلم. اي زغرة لو اجزر؟ لا كل الزين. والله والديش. الله يجبر بخاطرك حجية. جابر بخاطرك دائما تقول لي كل الزين. لا خاطري خاشو ولا شفت. اي. ايش فيها؟ ايش خليتها كلها على الجسم؟ سويت كيف؟ روح يا ام اختها. هسه بس اخلص نطلعهم كلهم ياتي من هذا اللي قاعد صفر. شو اسمه؟ هسه بكتب عليه هذا مشطب ذاك مدقوق ذاك مشطب وهذا مدقوق. اي اكتب على ذاك حجيه وذاك محمود. هاي هنا خليت اقل من نص ثلث الكوب. زين هذا راح اخليه هنا نعود نديه عليه. هسه شنو؟ هسه خلي لهم هون زيت. خلينا خلينا زيت وخلينا شكل. هذا بس الدب اخليه تشيز؟ لا خليه خليه تشيز. زين فهسه شو نسوي احنا؟ خلينا نشيل ذني. ايه زين يعني هسه ذني كلها خلصن. هسه هاي هنا هذا شنو؟ هذا دق. هذا يابا هذا الدق. هذا الدق زين ما جيت تخليه؟ اي خليه عادي هنا لزقه. هذا الدق زين. اجيب الثانيات. هذا مشطب. هذا هنا عندنا يعني شنو؟ المشطب. هذا المشطب. زين وهذا المشطب. هاي هنا هسه لازم نفتحها يعني 10 ساعات يبقى مفتوح لانه يفور. ايه. يوقع منا الزيت والمي. كلهن؟ ايه. لازم هسه نفتحها. لازم كلهن شنو يظلن مفتوحات 10 ساعات. ايه. لان شنو تقول الحجيه يفور يطلع لي برا يعني فخليه هيك شيء يتنفس زين وبعدين ترجع تسد الحجيه وتخليه لمده شهر. تمام؟ ان شاء الله. وبيش حبايبنا خلص الزيتون ان شاء الله. الحجيه اليوم ما قصرت زين وانا ما قصرت فانتم كيفكم بعد؟ شو تقولين حجيه؟ ان شاء الله. عاشت ايدك والله. ويدك ان شاء الله جابوا ينجح وياهم يدعوا لنا بالخير والسلام عليكم. ان شاء الله مثل ما قالت لكم ام الحجيه ان شاء الله الطريقه مو صعبه سهله ان شاء الله وان شاء الله ما قصرنا ويعطيكم الصحه والعافيه وتحياتنا لكم مع قاده الفريق ام الحجيه وانا ابنها محمود مستر هادي وفي امان الله. سلام عليكم. مع السلامه.